يا ترى كيف الإنترنت بيشتغل؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلابنا وطالباتنا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. معكم المهندس زكريا الزواوي، واليوم راح أكون معكم في فيديو تعريفي لكورس أو لدرس أو لدورة، يعني اللي بتحبوا تسموه، مدخل إلى شبكات الحاسوب. تمام، الكورس هذا له أسماء متعددة، منها بالإنجليزي بسموها Introduction to Computer Networks، بالتركي بالقسيار ألرنا جريش، أو بالقسيار ألر، أو بالقسيار ألر في أيليتشم، أو مدخل إلى شبكات الحاسوب بالعربي. بعض الجامعات بيكون عندهم أسماء أخرى، ولكن بشكل عام المنهج واحد ومتوافق بين أغلب الجامعات بإذن الله. تمام، هاي الأسماء تاعت الكورس. الكورس هذا بيكون كورس سنة تانية وتالتة لتخصصات هندسة الحاسوب، هندسة البرمجيات، وأحيانا الكمبيوتر إديوكيشن بكلية التعليم، وممكن برضو كمهندس كهرباء. وبعض الجامعات اللي ما بتعطي هندسة البرمجيات يكون هذا الكورس إلكتيف، يعني كورس اختياري أنت بتقدر تاخده إن شاء الله. طيب، خلينا نبلش بالتعريف. أول إشي أعرف عن نفسي، أنا زكريا الزواوي، أردني من الأردن ولكن أصلي فلسطيني، فبحب أنادي حالي أردني الجواز فلسطيني الأصل. أنا منضم جديد إلى كادر أكاديمية نيردز، تخرجت من هندسة حاسوب من بختشهير يونيفرسيتي، عملت في مجال تطوير نظام الترفيه في الطيران التركي تحت شركة اسمها كوريا لمدة 6 أشهر. هواياتي هي التدريس باستمتاع، وصار لي سنة ونص بعطي محاضرات وكورسات عن البرمجة وعن الإبداع وعن أمور متعلقة كتير بالحياة، وهدفي إنه بالأخير أنا أوصل لقدرة يعني إنه الناس تقدر تستمتع على نطاق العالم كله بالمحاضرات وبالدروس اللي بتاخدها، لأنه التعلم هو شغف، التعلم هو حب، التعلم هو هواية. وبالتالي إن شاء الله معكم في الكورس هذا راح أكون هيك، راح يكون في جو تفاعلي رهيب. ليش؟ لسببين رئيسيين. السبب الأول إنه أنتوا في نيردز أكاديمي، نيردز أكاديمي أكاديمية بميزها طريقة تقديمها للكورسات وطريقة إعطائها. إحنا بيكون عندنا مجموعات تفاعلية، بيكون الكورس تفاعلي، بيكون مسجل وبيكون أونلاين، يعني سهل، مفيد، ممتع وسريع، يعني حرفيا 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 هيك بيجي، يعني all in one، كله في واحد. وإن شاء الله يعني دائما دائما الدروس والكورسات في نيرز أكاديمي تحافظ على أعلى جودة ممكن بشكل عام. هذا السبب الأول. والسبب الثاني إنه منها يعني الكورس هذا بشكل عام إذا ما كان ممتع فما في منه فايدة. لأنه الإنترنت وشبكات الحاسوب يعني إشي جدا في غاية المتعة والاستمتاع. تمام؟ طيب، لماذا مقدمة إلى شبكات الحاسوب مع نيردز أكاديمي؟ هلا بشكل عام الكورس تاعنا أولا 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 راح يغطي لك المفاهيم اللي بتاخذها أنت في الجامعة باللغة العربية كشرح، وباللغة الإنجليزية والتركية كمصطلحات، عشان احنا نغطي جميع اللغات للدارسين في إسطنبول. هاي أولا. ثانيا راح يكون ممتع، راح يكون بسيط، وراح يكون محاكي لأسلوبك في فهم الأشياء، وبالتالي ما لازم نتعب مخنا كتير وإحنا بنحاول نفهم ونشرح. بسيط، سريع، عملي، وراح يغطي جميع العناوين إن شاء الله. راح يكون في واجبات، راح يكون في حل أسئلة، راح يكون في شرح مفاهيم بطرق مختلفة إن شاء الله على حسب الطريقة الأفضل والمثلى لشرح المفهوم هذا. مدخل إلى شبكات الحاسوب أو مقدمة إلى شبكات الحاسوب هي كورس أو درس يعني قليل ما بتلاقي فيه باللغة العربية على الإنترنت، وبالتالي مع نيرز أكاديمي أصبح الإشي هذا متوفر ويعني موجود بطريقة ممتعة، وإن شاء الله يعني نستمتع فيها مع بعض. تمام، راح أدخل شوي وأحكي عن المنهج اللي راح نتبعه إحنا كعناوين. بالنسبة للأسبوع الأول والثاني زي ما أنتم شايفين راح ندخل، يعني راح نتمحور حول الأشياء المتعلقة في مدخل إلى شبكات الحاسوب، أي حنحكي عن الأشي شبكة الحاسوب، أحجامها، اللان، الوان، في إحنا عندنا الإنترنت، راح ندخل على الإنترنت ونتبحر أكثر بالإنترنت وبروتوكولات الشبكة، وراح نحكي عن الـ OCI موديل اللي هو أو الإنترنت أركيتكتشر بالأحرى، اللي هو كيف الواتساب طلع شغال،
كيف الانترنت اللهم صل على سيدنا محمد بيشتغل، وكيف مقسم هو، وايش ليش الانترنت صار الانترنت بالطريقه العظيمه هاي. تمام، فراح نغطي اول شيء المدخل الى العناوين هذه بشكل عام، بعدين راح ننتقل الى الاسبوع الثاني وراح نحكي عن النتورك توبولوجيز الاوتوبولوجيسي. باختصار احنا عندنا شبكات، الشبكات هاي لها احجام ولها صفات ولها اشكال ولها انواع. النتورك توبولوجي راح نغطي انواع الشبكات هاي وكيف انواع الشبكات هاي بتشتغل وايش المفيد هون وايش المش مفيد هون، وراح نتعلم انه كيف ما بصير زحمه او تصادم في الشبكات زي ما بصير زحمه او تصادم في حركات المرور، كيف احنا ممكن نعالج الامور هاي بشكل عام. ننتقل للاسبوع الرابع وراح نبلش هنا في احنا نفهم احنا طبقات الانترنت. الانترنت بشكل عام راح نغطي خمس طبقات رئيسيات فيه، واللي هي الانترنت اركتكتشر، الفايف لاير او الانترنت ستاك بسموه الفايف لاير انترنت اركتكتشر. وراح نبلش بالطبقه العليا اللي هي طبقه التطبيقات الاويجلوما كات ماني او الابلكيشن لاير، وهذه الطبقه اللي هي احنا كمستخدم الجهاز تاعك بتعامل معها. يعني احنا لما ندخل على جوجل كروم او البراوزر تاعنا بشكل عام، البراوزر او المتصفح تاعنا بتعامل هو مع الابلكيشن لاير، وهي الطبقه اللي يعني بشكل عام التطبيقات زي نتفليكس والاشياء هاي بتتعامل فيها. للاسبوع نيجي للاسبوع الخامس احنا راح نحكي عن ثاني طبقه عندنا اللي هي الترانسبورت لاير، طبقه النقل او التاشيما كات ماني. والطبقة هذه بتركز كتير على تجهيز البيانات عشان احنا ننقلها على الشبكة، ننقلها على الانترنت، وراح نشمل فيها عن شغلتين مهمات التي سي بي واليو دي بي الترانسبورت كنترول بروتوكول والدات واليوزر داتا جرام بروتوكول. انجليزي اليوم نايم. تمام، وهدول جدا مهمات، ورح نعرف متى نستخدم هاي ومتى نستخدم هذه وايش ميزات وصفات كل وحده. نيجي للاسبوع السادس رح نغطي طبقه بيانات الشبكه النتورك داتا لاير. طبعا احنا النتورك داتا لاير هي القسم الاول من النتورك لاير. تمام، في عندنا النتورك لاير منقسم الى قسمين، الداتا لاير والكنترول لاير. الداتا لاير في الاسبوع السادس، الكنترول لاير في الاسبوع السابع، وراح نتعمق اكثر بايش ليش احنا بنحتاجهم وليش هم يعني بنعملهم كاساس انهم طبقتين، وهل احنا ممكن نستفيد حقا من الطبقتين هذولا كونهم طبقتين مش طبقه واحده ضمن الطبقه واحده، يعني الطبقه الواحده طابقين بشكل عام. راح نشوف الموضوع هذا ان شاء الله في الاسبوع السادس، وزي ما حكينا طبقه التحكم في الشبكه نتورك كنترول لاير في الاسبوع السادس. في الاسبوع الثامن راح ننتقل للداتا لينك لاير اللي هي طبقه وصل البيانات، والطبقة هاي مسؤولة من اسمها على انه احنا كيف نتأكد انه البيانات من جهاز لجهاز عم تنتقل بطريقة صحيحة والامور كلها تمام ان شاء الله. راح ندخل في التفاصيل هاي، وبعدين بعد ما احنا نخلص من الداتا لينك لاير نوصل للطبقة الاخيرة عنا والخامسة اللي هي الفيزيكال لاير، الطبقة المادية، اي لما البيانات فعلا تطلع من الجهاز وتمشي كموجات ضوء او اشارة او سيجنال بشكل عام وتنطلق في الحياة وفي الجو وفي الاسلاك لحد ما توصل للوجهة تاعتها إن شاء الله. بعدها راح نطلع شوي عن الإنترنت وراح ندخل في الشبكات المحمولة والخلوية، الموبايل أند سيلولار نتوركس، الإنترنت الهاتف المحمول، الثري جي، الفور جي، الون جي، التو جي، شو الفرق بيناتهم، شو هم بيسووا وكيف أصلاً بيشتغلوا. تمام، إذا أنت سألت شو الفرق بين الون جي والتو جي في الأسبوع العاشر أكيد راح تلاقوا الجواب بإذن الله. وبعديها في الأسبوع الحادي عشر أكيد إحنا عندنا شبكة وكتير ناس موجودين على الإنترنت وكتير نسمع بالفيروسات والتهكيرات والأشياء هاي، فرح نتعمق أكثر بمفهومات ومفاهيم أمن الشبكة الأغوفينلي أو النتورك سيكوريتي بشكل عام، وكيف إحنا الشبكة بتكون آمنة ونقدر نستخدمها بأمان. وأخيرا وليس آخرا زي ما إحنا حكينا في النتورك لير في عندنا الداتا لير والكنترول لير، في عندنا مفهوم جديد انه هو بيفصل الطبقتين هذول عن بعض، يعني القسمين هذول من نفس الطبقه عن بعض، فبصير في عندنا شيء اسمه software defined network، الشبكات المعرفه بالبرمجيات، والشبكات هذول هم حرفيا المستقبل، وبالتالي لابد من مناقشه النقاش هذا والدرس هذا، يعني حيكون جدا ممتع وشيء جدا بلامس الواقع الحديث تاعنا. وبكون احنا هيك غطينا كل العناوين اللي ممكن الواحد يدرسها تحت الدرسها تحت الكورس هذا في الجامعة ضمن كورس واحد خفيف لطيف ممتع مسلي وبوصل لك المعلومة بالطريقة الرهيبة. شكرا لاستماعكم، كان معكم زكريا الزواوي مهندس حاسوب، نلقاكم في الكورس إن شاء الله، دمتم في رعاية الله والسلام علينا وعليكم.